كل أم وكل ست وكل خالة كبيرة عمرها 80-90 سنة وكل عمي عمرها 100 سنة عاشت نفس المشاكل اللي حضرتك هلا الصبية اللي عمرك 20-30 سنة عشتيها، بس هيديك كانت مستورة، كانت تخاف الله، كان أبوها يوصيها وصية منا شرعية، بس كانت ثقافة الناس من بيت جوزك على المقبرة ممنوع ترجعي على بيت أهلك لسبب تافه. منا شرعية كثير العبارة، لأنه بعض الأحيان الطلاق حل، ولكن كان عندك نساء